طبيعة الحالات نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أنا غير قريت أنه وقع شي حاجة تشخشيخ ما تشخشيخ ولا أنه مالي إلا تقلت هذا جوج ديال الكلمات أنا أندد بها وأستذكرها وبطبيعة الحال سأتعاطف مع السيدة النائبة المحترمة، راه هي نائبة أحب من أحب وكره من كره، كما أنني العبد المتواضع نائب أحب من أحب وكره من كره، كما أن الأستاذ الشقر نائب محترم أحب من أحب وكره من كره. لا خص نحن نترفعوا، أنا نجي ديال المؤتمر الإقليمي ديالي ونبين فيه التوجهات ديال الحزب والإيديولوجيا ديال الحزب والأهداف ديال الحزب ونعاودوا نقويو الأحزاب ديالنا، لأن هذا النفور والعزوف ديال الناخبين مناش لم تترتب عندهم ديك الثقة، وعليها حنا كنا دائما ننادي والشبيبة ديالنا التجمعية وواحد المجموعة ديالنا تيتحركوا وتيفرقوا الدعوات من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية عباد الله. علاش؟ لأن المستقبل بيد الشباب والناخبين، أنا تنقول لهم يمشيو يصوتوا على من يثقون، اللي دار فيه الثقة حتى علينا ما فينا يديروا لنا الكراطة ونفيقوا بها الثقة. أش غيوقع؟ لن تشرق الشمس. ولذلك السي عزيز باختصار في الحقيقة أنا بطبعي ما يمكنش نجرح شي حد، أنا تنقول أن المنسق الإقليمي ديالنا السي الحاج عبد الله الغازي دار بيان، دار بيان وفصل وكذا، حنا انتخبناه منسقا إقليميا، إذا ما كناش أنا باقيين كتاب وواحد آخر كتاب ونبداو، خيرو راه الرسالة وصلت، البيان واضح، البيان ديال الشريفة التجمعية واضح، ولكن أرجو إلى وقعت أن تكون زلة لسان، لأن الوطن في حاجة إلى أبنائه إلى أحزابه، حنا ماذا بنا هذه الأحزاب وخاف يا إخوان تنحترموا جميع الأحزاب، الحزب التعالي الشركة المحترم السي بيت الشكر تنقدروه وتنتصلوا تما، ولكن ما بغيناش نوصلوا لهادشي، حنا بغينا ذاك المؤتمر يكون عرس ما تبعوش شي حاجة أخرى، ولذلك إذا كانت زلة لسان شي بس ما كان، وإلا كانت مقصودة ولكن ما حضرش، أنا ما بغيتش شخصيا تكون مقصودة، لا من ما بغيناش. علاش؟ بغينا الأحزاب ديالنا اللي في الأغلبية وفي المعارضة يكونوا نخبة ويكونوا قدوة ويكونوا كبار في عينين المغاربة، ملي غيكونوا كبار كأحزاب كلنا في عيون المغاربة إذ ذاك ستتحقق الأمنية ديال سيدنا الله يسر، أن الديمقراطية الحقيقية تؤتي أكلها وما غتكونش ديك 37% ديال المشاركة، حنا بغينا تكون 67 و77، والناس الناخبين عندهم حق الاختيار، هم اللي غادي ربما يرفع الى تحته شي حاجة على الاستخفاء نعاود نديرو.